السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول حاجة كنشكركم، بعدا خصني نشكركم ضروري ضروري على التعاليق ديالكم الزوينة 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 بزاف. كنشكركم على كل كلمة طيبة، قسما بالله إلا كتزيدوا تشجعوني وكتعطيوني الحماس باش نزيد نصور وباش نزيد نعطي نحط شي فيديوهات اللي صراحه مهمين، وكاين شي حوايج اللي قاسوني انا شخصيا. كيف ما كتعرفوا المحتوى القناه ديالي حوايج كيقيسوني انا شخصيا وشي حوايج عشتهم انا شخصيا باش كنعطي العبره للناس اللي نفس طاحوا في نفس المشكل اللي انا خرجت منه. ونحمد ربي ونشكره، ولا الله يحفظنا قدر الله شي حد يقدر يوقع في نفس المشكل، ونتمنوا الخير للجميع ان شاء الله. المهم الا كنتي اول مره كتشاهد القناه ديالي ما تنساش اللايك والاشتراك والبارطاج باش دائما يوصلك الجديد ديالي، وباش دائما يوصلك الجديد خاص ضروري تبرك على الجرس اللي يعني بهم اجمعين باش ما كان شي فيديو حطيته كيوصلك الاشعار بالزربه. واللي مازال ما مفعلش داك الاشعار يعني الجرس يعني هو الاشعار باش ينفوا ملي كنحط الفيديو كيوصل لكم، لان اللي ما مفعلش داك الجرس راه ما يقدرش يوصل ليه الفيديو ديالي، وباش يقدر يعني يشاهد ويتابع يعني المحتوى ديالي. ونتمنى ربي يعجبكم، وانا القناه ديالي هادفه، واللي كيعرفني وكيعرف متبع القناه ديالي راه كيعرف المحتوى ديال القناه ديالي روتينات، ولكن كنحكي فيهم قصص وحوايج وقعوا كما قلت لكم اللي هي شخصيا باش تكون القناه ديالي محتواها هادف. المهم نبداو في واحد الموضوع في واحد الموضوع في واحد الموضوع كنت حطيت فيه واحد الفيديو صغير وجاني التعاليق. اش غنقول لكم؟ التعاليق ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك وزيد في ذلك. الموضوع قاس بزاف ديال الاسر، قال لك اللي فيه الفز كيقفز، مول الفز كيقفز. علاش مول الفز كيقفز؟ لان اللي محطوط في داك ديك الحاجه هذيك اللي هدرت فيها انا هو اللي سبحان الله العظيم. المهم اي واحد بعدا كنشكركم بزاف على ديك التعليق على داك الفيديو اللي كان صغير وجاتني فيه التعاليق كثيره، والفيديو ضرب 380 الف مشاهده. صراحه انا ما كنتش كيحسبني غادي يضرب ديك المشاهده كامله وغادي اوصل بزاف في ديك المشاهده. المهم كانت قالت لي واحد السيده زيدي هضري وزيدي قولي بزاف، يعني الفيديو قصير ما غاديش ما شرحتيش فيه بزاف الحوايج. هضرت على المساعده الاجتماعيه، وما ادرك المساعده الاجتماعيه، ما شاء الله وتبارك الرحمن بزاف الناس كيعيشوا بالمساعده الاجتماعيه. وبزاف الناس كيجاهدوا كيكافحوا باش يعيشوا بديك المساعده الاجتماعيه، وما كيفكروش سبحان الله العظيم يخدموا ورقاتهم وحتى هما يكوتيسيو شي حاجه ديالهم باش كترجع عليهم بالنفع. ديك الخدمه الا خدمتي كترجع لك بالنفع. صراحة المساعدة الاجتماعية دات غير لبعض الناس، يعني لواحد الفئة فقط لا غير، ماشي لكل شيء. المهم المساعدة الاجتماعية هنا في إسبانيا وفي أوروبا بالعامة، ندور شوية الكاميرا هنا. المساعدة الاجتماعية كما قلت لكم هي كتعطى في الدول الأوروبية كاملة عامة كتعطى، وكل شيء المهاجرين كيطمعوا فيها. والصراحة هي دارت غير من خلال اسم ديالها، اسمتها المساعدة، يعني الدولة كتساعد واحد الفئة المعوزة اللي مسكين ما عندهاش وعلى ما توقف على رجلاتها وهذا مكان. المهم الدول الاخرى المساعدة الاجتماعية في بعض الدول كاينة احسن من شي كل دولة احسن من دولة، يعني المساعدة الاجتماعية ماشي بحال في كل دولة، ماشي هي الدولة يعني المساعدة الاجتماعية عامة. بغيت نقول لكم هي كل دولة كتختلف الطريقة والكمية ديال المساعدة، كاين اللي كيعاونوا في الكرا، كاين اللي كيعاونوا في الماكلة، كاين اللي كيعاونوا حتى في الاولاد، كاين المهم بزاف الحوايج. المهم اسبانيا بالنسبة للدول الاوروبية المساعدة ديالها كتبان بالنسبة ليهم قليلة وقليلة بزاف، وهي الصراحة هنا في اسبانيا واللي اللي عايش في اسبانيا وكيعرف المساعدة راها ما كايناش جميع الكومونيداديس هنا في اسبانيا، يعني ما كايناش جميع الدول ولا حتى في الجزر.
كاين بزاف الناس غالطين بزاف 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 بزاف، يعني الناس اللي عايشين في ديك المنطقات. انا غنقول لكم الكوميندات اللي كيعطيو المساعده هنايا، ما كتعطاش في جميع المناطق، كتعطى في كاتالونيا، كتعطى في بايس باسكوس، وكتعطى هنايا في شمال اسبانيا كامل، يعني سان سيباستيان، كانتابريا، استورياس، وحتى في غاليسيا، من تما لهي ومدريد، من تما لهي ما كاينش شي مساعده الا ما خدمتيش بالدرع ديالك. الاندلس بعدا هذيك المساعده نساوها، ما كايناش بالمره. الا عندك شي حق خدمتي وكوتيسيتي شي حاجه، يعني كوتيساسيون، يعني خدمتي وسجلتي في السيكور وخلصتي السيكور ديالك، راه عندك الحق تشد داكشي اللي كتستحقيه، سواء مساعده يعني الدوله كتعطيها لك، سواء البارو ديالك، ولا شحال، ولا الماكله. هنا الماكله ما في الاندلسيه ما كتعطاش تماما، لعنا المهاجرين يعني قليل 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 قليل. اش غادي نقول لك، اش غنقول لكم، المهم بين قوسين كتعطى غير المهم لمن بغى، ماشي بحال مناطق اخرين. وحتى المناطق اخرين انا كنقول هادو علاش كنضحك، باش تعرفوا علاش انا كنضحك. كاين اللي خداها بيزنس، كاين اللي خداها تجاره، كاين اللي خداها عولوا عليها كخدمه عولوا عليها، يعني ملي جايه طالعه كيمشيو لكاتالونيا، حيت هي بزاف معروفه كاتالونيا، يعني كاتالونيا يعني من برشلونه والنواحي، كتعطى بزاف، كيساعدوا في الكرا، كيساعدوا في الضوء والماء والغاز والماكله، وكيعطيو واحد اليوده يعني الوليدات بالنسبه للمراه اللي عندها الدراري الصغار، وباش جلست تقابل ولادتها وتقابلهم. واخا راه هذه المساعده كاينه صراحه في جميع اسبانيا، بالنسبه اللي كيسموها هي المينيمو فيتال. كاينين اللي راجلها خدام وما كيديرش يعني واحد القدر باش يتخلص، يعني انك يربح باش هي تقدر تشد المساعده، ويقدر بجوج بيهم ما كيخدموا نيغرو وكيدفعوا بانهم خدامين وباش كيشدوا المساعده. المهم انا فاش كنت في اندلسيه انا ما عمرني شديت شي مساعده تماما، لحقاش ما كايناش، ما كيعطيوش. سيري تخدمي الا بغيتي المساعده، سيري تخدمي. كنشد انا الحقوق ديالي اللي كنستحق، اقسم لكم بالله انا ما عمرني ما شديت شي مساعده، واخا دفعت واحد المره ورفضوا لي، لان الاكثريه تمايا الخيطانوس كيتسابقوا ليها اكثر من المهاجرين، هادو كيتسابقوا اكثر من ولاد الاقصى من الناس البرانيين. المهم ما علينا، فجيت سكنت هنا في شمال اسبانيا، شفت هنايا المساعدات كثيره 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 بزاف، وسبحان الله العظيم شفت واحد المنظر اللي ضرني انا في قلبي، ماشي كنحسدهم، ولكن انا ضرني في قلبي بزاف، لان كاينين الناس اللي كيستحقوها ما كيشدوهاش، وكاينين الناس اللي ما كيستحقوهاش كيشدوها. انا شفت هنا بزاف الناس العيالات ما خدامينش، وكيديكلاو بان ما خدامينش وكتشد المساعده، بما حكم هنايا كاينين يعني حنا كنا كيف ما كنقولوا حنايا كيربيو الشارفين. المهم كتمشي كتقابل شي مسنه ولا شي مرا كبيره وكتخلص، وكاينين الناس بعض العائلات اللي ما كيبغوش يخلصوا عليهم لاسفرانس، يعني ما كيبغوش يديروا لهم كونطرا، كيلقاوها حتى المغاربه من جناتي والناس هذه الى لقاوها، وبحال في الحالات هادو كتكون غير بالمعرفه. المهم كدفع بان راها ما خداماش، كيساعدوها في الكرا، كيساعدوها في الضو، في الماء، في الغاز، كما قلت لكم في كل شيء، وكيعطيوهم واحد الشيك في راس العام، وعاد باش كيعطيوها باش تشري شي حاجه لوليداتها. هذاك الشيء على حسب الافراد اللي عندك في الدار، وكاينين ديالنا وكاين بزاف ماشي غير ديالنا. انا هذا الشيء كنقولوا ماشي كنحسد الناس على هاد المساعده، اللي كانوا بزاف سبوني بزاف في ذاك الفيديو الصغير اللي هدرت على المساعده بطريقه يعني فيديو قصير، علاش ضرني قلبي، ما كنحسدش، كنعاودها وكنعاود نكررها. انا ما كنحسدش داك النوع، انا كيضرني قلبي على كاينين الناس اللي خاصهم يشدوها وما كيشدوهاش. كاينين الناس هنايا كارين ديور وكيكريو معاهم الناس وهكا طامعين في المساعده، نقولوا حنايا عندهم وليدات صغار الله يحسن العوان، نقولوا هادوك واه اللي عندها رجلها خدام نيغرو او خدام يعني، وكيدير نومينا فيها شي حاجه بسيطه
وكيديكلاري بان عنده الاطفال وكذا وكذا، ومشي كيدفع مرتو كيعمر ليها الوراق ويجري ويجاري في لايون دامينتو في السيكور سوسيال وفي اللينيم باش يتضارب مع الفقراء اللي ما عندهمش يشد المساعده حتى هو. انا هذا النوع علاش درت هذا الفيديو كيضرني قلبي بزاف، لانني كنشوف انا هنا الناس بزاف هنا طامعين في هذه المساعده وكيستغلوها ووصلوا فيها بزاف الامور ما نقدرش نتعمق فيهم، لان شي حوايج انا شفت كاينين حتى شي اخوات اللي مزوجه في المغرب ما بغاش تطلع راجلها ودايره هنايا ومعازبه وباش كتعيش بالمساعده، والماكله تبارك الله البيت مستوكي حتى للسما بالماكله وتصيفط للمغرب. انا بحال هذا النوع علاش انا درت الفيديو كيضرني قلبي، لان هذيك المساعده عطاوها لك باش تعيشي بها انت وديك الاطفال، ماشي باش تجمعيها وتستقيها عندك واحد البيت داير بحال خزين، حنا كنقولوا داك الخزين ديال الماكله المعونه ولا المونه ديال العام كامل تجمعيها باش غير قرب الصيف وباش تصيفطوها تبطوها للمغرب معكم وتعطيوها كادو او. وكاينين الناس اللي كيشدوها وكيبيعوها، انا كيضرني قلبي على فهاد المسائل اللي كاينين الناس اللي دفعوا للمساعده ورفضوا ليهم هنا النيت في الشمال في المناطق اللي كاينين فيهم المساعدات، اللي كاينين الناس اللي كيستحقوا المساعده وما كتعطاش ليهم. كيضرني قلبي انا على هاد الشيء هذا، علاش الناس كتلاعب في هاد المساعده. كان انا كنهضر معكم من هاد الفيديو هذا، ديروا شويه النفس فيكم اخوتي، ديروا شويه النفس فيكم وتكون فيكم شويه ديال الرحمه وتكون فيكم النفس. نهار الاول فاش جيتوا وفكرتوا تجيو لهاد البلاد هادي جيتوا باش تخدموا، لان الدوله هنايا اسبانيا وغنهضر على الدول كاملين، هاد الدول هادو راه الا خدمتي يبان عليك، خدمتي ما كتخسر ما تمشيلكش يعني المجهود ديالك والتكرفس ديالك وتماره ما كيمشيوش باطل. خدمتي خلصتي لاسورونس ديالك، عندك حق في الشوماج، عندك حق في التقاعد خدامه، وحتى الخدمه كتدير الانسان كتردو انسان، كتخليك واقف ناضي قافز جامع راسك محزم كما كنقولوا محزوم ناشط بصحتك، كتبقى الانسان صحيح. علاش كتفكروا تبقوا غير تشدوا المساعده وغير جالسين ناعسين وتجلسوا تدفعوا عياتكم يشدوا المساعده وتبقاو طالقين رجليكم في الباركيات وتهضروا في عباد الله وتهضروا في بعضياتكم؟ والاكفس من هذا كاين واحد الفئه اللي كتشد هذه المساعده هذه وكيبقاو حاضين بعضياتهم، حاطين على بعضياتهم فوقاش يصيدوا بعضياتهم باش يبرققوا بعضياتهم للدوله لعند تربه خطوسيل باش يحيدوا لهذيك المساعده. انا كنشوف انا كنحمد ربي وشكرو ولادي كبارين الحمد لله، انا ما عمرني جيت لهاد المنطقه هذه دفعت المساعده ديال الكراء رفضوها ليا، شديت مساعده وحده ديال الماكله ما عمرني عاود شديتها، لان ديك الماكله اللي كيعطيو راه الانسان الا مشى خدم راه يجيب احسن منها، لان اصلا ديك المساعده اللي كتعطى هنايا ديال الماكله راه ماشي ديال واحد المستوى ديال واحد الانسان، بالخصوص حنا مغاربه اللي مولفين واحد الاكل ومولفين. اشنا هي ماكارونيس خوتي؟ شحال كتسوى ماكارونيس؟ الرز شحال كيسوى؟ الزيت شحال كتسوى؟ لا انت انا بغيت غير نعرف الناس ملي كيجيو لهاد البلاد هاد لهاد البلدان هادو، انا نهضر على البلاد اللي عايشه فيها، جاي لواحد الدوله وجالسه غيولد ولد ولد ولد، واش باغا الدوله هي اللي غادي تكبرهم لك بالمساعده؟ واش جايه تخدمي على وليداتك ولا جايه طلبي المساعده باش تكبري ولادك؟ كاين خلي ديك الفئه للناس اللي مساكن اللي كيستحقوها. انا بغيت غير نعرف، ما بغيتش تدخل لي راسي انا بحال هذا الموضوع، هذا الموضوع ديال المساعده كيضرني راسي كيجيب لي فقصه، لان كاينين الناس انا كنشوفهم كاينين الناس اللي كيخصهم يشدوها ما كيشدوهاش. علاش الناس اللي بصحتهم وكيتزاحموا؟ علاش؟ انا بغيت غير نفهم علاش، وعلاش كتخدموا خزنه وكتطلبوا المساعده؟ بغيت غير نفهم علاش كتمشيو تخدموا وما تخليوش الناس اللي يستحقوها؟ كاين ناس هنا حراقه، كاين ناس مراض، كاين الناس مساكن الرجال ديالهم في الحبس، كاين راجلها مريض، كاين اللي بزاف الحوايج الحالات اللي خاص الناس اللي هذوك اللي غايشدوه، كاين اللي ولدها معوق، علاش نتوما بصحتكم وكتشدوها وما كتمشيوش تخدموا؟ علاش؟ راه الا خدمتي عندك الحق في بزاف ديال القوانين تشديهم، كتعاوني الدوله، الدوله حتى هي ما ناسياكش. راه غير واحد المثال نقولوا حنا داك الشوماج ديك البارو ديك لا يودا وداكشي، ملي كتخلصي لاسورونس ديالك راه عندك حق، لان هذيك حق الدوله ديالك ملزوم عليك تشدي، لان الدوله ضروري تعطيه لك.
نهضر على غير الحالات ديال كورونا. فاش جات كورونا الدوله ساعدت بزاف ديال الناس، واخا هكاك بزاف الناس تقولبوا وتلاعبوا في الاوراق باش شدوا داك الفلوس ديال الرينتا. علاش الناس كتفكر؟ انا ما كنحسدش هاد الناس، ولكن علاش الناس كيخدموا بزاف ديال القوالب، كيبغيو يعيشوا على 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 دراع الدوله؟ علاش؟ حيت كاينين الناس، انا كنشوف عيالات مساكن كيخرجوا من الصباح حتى الليل، ولا تخدم بالليل وتجي مسكينه مهلوكه بالنعاس باش تخلص ديك لاسورانس ديالها، باش تشد وحده اخرى ناعسه مع راسها وهي بصحتها وتقدر تخدم باش تشد هذيك المساعده. علاش هاد علاش هاد الشيء هذا؟ علاش 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 كت المساعده كترد رديتوها بحال خدمه؟ غير جالسين ولد 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 ولد. هاد الدوله ما كتساعدش بزاف، ومساعدة راه للناس. انا قلت لكم المساعده كتعطى للناس اللي كتستحق، والله القسم الا كاينين الناس كيستحقوها ما كيشدوهاش. كاين اللي هجاله هنايا ما كتطلب ما كيعطيوهاش. علاش كتخدموا هاد القوالب؟ علاش كاين مساكن حراقه ما عندهم حتى فين ينعسوا؟ والمساعده ماشي كلشي كتعطى ليه، راه ماشي في المنطقه في اسبانيا كامله كتعطى ليهم. علاش؟ انا بغيت غير نعرف علاش الناس بدراعهم يقدروا يخدموا ويطلبوا، والبيت كما قلت لكم مستوكي ماكله، ولا تشد الماكله من هنايا وتمشي تبيعها هنايا. علاش هاد الخدمه هادي؟ علاش هذا الشيء؟ صراحه هذا الموضوع انا كيضرني قلبي بزاف. كنحمد الله ونشكر، انا ما عمرني ما طلبت شي، ما عمري ما عشت هنا بالمساعده. نهار جيت وانا خدامه، ولما كنتش خدمت كنشد المستحقات ديالي اللي انا خلصت الدوله اللي خاصها تعطيني. ما عمرني خدمت نيغرو، ما عمرني خدمت شي حاجه اللي ماشي قانونيه. بركه هذا الميساج مني لكم، بركه من القوالب، واللي عندها الدرع ديالها من الاحسن كنقول لك نوضي تخدمي. بركه ما تبقاو تبزنزو، وبركه ما تبقاو عيقتو، ما خليتو كليسيات، ما خليتو ترابا خضر سوسيال، ما خليتو كروس الرخام. مالكم على هاد الحاله؟ مالكم مالكم؟ انا في التعليق في داك الفيديو قال لي وانت شغلك وانت ماشي سوقك، علاش انت اللي كتعطيهم؟ ايه انا ماشي اللي كنعطيهم، ولكن انا كنشوف حالات اللي كيخصهم يشدوها وما كيشدوهاش. انا كيجيني هاد الشيء ظلم. لهذا الميساج ديالي من هاد الفيديو هذا، بركه ما تلاعبوا في المساعده الاجتماعيه، خليوها للناس اللي كيستحقوها، اللي بدراعو نوضي تخدمي في هاد البلاد هادي. والله القسم هاد البلاد ما تضيعك، هاد البلاد ما تضيعكش. خدمتي كيبان عليك، تقدري تشري دار بالكونترا، تقدري تشري طوموبيل بالكونترا، تقدري ديري اي حاجه بالكونترا. وملي تسالي الخدمه ديالك راه غادي تشدي المستحقه ديالك، يا بارو لا يا ايودا يا شي حاجه رايتها ما تخدمي. علاش كتبقاو تلاعبوا وتقولوا في هاد الشيء وتزوروا في الوراق وتبقاو غير تبحثوا؟ واحد النصيحه بعدا، واحد النصيحه، هاد الناس هادو اللي كيشدوا هاد المساعده الاجتماعيه راهم مؤخرا ولاو مراقبين من طرف الديوانه. اي حاجه دابا كتهبط من هنا، ولو الماكله كتراقب لان عاقوا بكم. ثاني حاجه اللي كتشد المساعده وكدير البيع والشراء في تيك توك، او كدير يعني شي بحال مثلا اليوتيوب، او كتخدم في شي في شي في شي ابليكاسيون، باش بحال دابا ديك الابليكاسيون ديال المشي راه كلشي كيعرفها. بحال كما قلت لكم كيديروا داك تحديات في تيك توك اللي كتدخل الفلوس من القناه. المهم اي حاجه كتخدمي في الانترنت وانت كتشدي المساعده، كلكم غتضربوا بخطيه، لان كتسمى خدمه هذه والدوله مراقبه. لان كاين هنايا الشرطه، كيف العالم كامل كاينه الشرطه الالكترونيه اللي كتراقب جميع المواقع التواصل الاجتماعي، وبلا ما تبقاو تسحبكم راه غير ابليكاسيون صافي، راه تخدمي وتربحي وراه كيخزن على الدوله. الدوله راه كتراقب اي حاجه، الفلوس اللي داخله واللي خارجه. لهذا نصيحه لكم، اللي عندك شي مساعده بلا ما تبقاي طمعي فيها، لان الا بقيتي عايش على ديك المساعده اصلا بعدا باش تمشي للمغرب كيعطوكم 15 يوم، 15 يوم 20 يوم ما تفوتيهاش، يعني كتوليهم زايرين مكروفين. المهم هذه نصيحه للناس اللي كتشد المساعده، بلا ما تبقاو تلعبوا بزاف
وخليوا المساعدة لخوتكم اللي ما عندكمش والناس اللي ما عندهمش، الله يحسن العون. ايوا نتمنى يكونوا التعاليق ان شاء الله ايجابية، واخا انا عارفة كاين الناس اللي غادي يسبوني في هذا الفيديو هذا، ولكن حيت الحاجة ديال المعقول كلام معقول ما كيبغيه حتى واحد، وعادي وانا ما كنتضررش من الكلام السيء او السبان، لان عندي مقويات وعندي معنويات وعندي مضادات على التعاليق السلبية، ما كيهمونيش. لهذا سبوا ولا قولوا اللي عجبكم، انا ما كيهمنيش، المهم انا الحاجه اللي ضرتني في قلبي، لان اصلا هذا اليوتيوب هذا راه اي وحده كتشوفوها كتخرج كتهضر عندها شي حاجه ضراتها، بغات توصل شي ميساج، بغا كذلك انا وصلت الميساج ديالي من خلال القناه ديالي ومن خلال هذا الفيديو هذا. تحياتي لكم، واللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك ويدير بارطاج لهذا الفيديو هذا، وما تنساوش الجرس والتعليق الزوين. وتحياتي لكم، والسلام عليكم إلى فيديو آخر إن شاء الله. مع السلامة.